طبعا كلنا فاكرين هذا المشهد في الفيلم، وطبعا لو كان الفيلم ده اتعمل في الايام اللي احنا فيها في وقت الموبايلز كانت الستوري لاين كلها هتتغير من اساسها. فخلينا دلوقتي كمان نرجع لصاحب الفكره الكاتب والاعلامي محمود التميمي ونعرف منه تفاصيل اكتر. اهلا بيك يا استاذ محمود. اهلا بيكي، صباح الخير. طبعا انا بحييك على الفكره، لان هي في الحقيقه فكره فعلا خارج الصندوق ان انت تفتكر هذا المشهد وتفتكر هذه الطفله وتقرر ان انت تدور عليها وتوصل لها. اعتقد ده كان اصعب حاجه في الموضوع كله، صح؟ اكيد طبعا، لانه فكره انه التاكد الاول هي موجوده ولا مش موجوده كانت صعبه في حد ذاتها، ولما اتاكدت انها موجوده الوصول ليها بقى كان فكره صعبه، وبعدين اقناعها بالظهور مره تانيه كان فكرة صعبة تالتة. العملية دي كلها أخدت منك وقت قد إيه؟ وليه فكرت في الزاوية الصعبة قوي دي؟ أنت رجل المهام الصعبة شكلك كده. يعني أشكرك والله، دي يعني إدراء منك، بس هو الفكرة إنه الموضوع كان يبدأ بحب وشغف بالقاهرة نفسها. إحنا عندنا أنا يعني ومجموعة من أصدقائي عندنا مشروع كنت بحلم بيه من زمان اسمه القاهرة عنواني، مشروع ثقافي اسمه القاهرة عنواني، هدفه التحدث عن القاهرة والحكي عنها وتوثيقها بشكل فيه نوع من الابتكار. فبالتالي كان في فكرة أرواح في المدينة اللي هي كانت سلسلة ندوات مع بيت المعمار المصري وصندوق التنمية الثقافية. هذه اللقاءات كانت بتعتمد على طريقة مختلفة في سرد حكايات عن ناس بنحكي عنها لأول مرة، بس هي حكايات قديمة جدا موجودة في أرشيف الصحافة المصرية لمدة 100 سنة. يعني احنا عندنا، أنا برجع لأرشيف الصحافة المصرية من يعني 1920 وأنت جاية بقى، فبلاقي قصص ناس مهمة جدا أثرت فينا وعملت حاجات مهمة. طب أستاذ أنا محمود، عايز أحكي عن الشوارع بتاعت مصر القديمة ووسط البلد والعتبة بس بطريقة مبتكرة. فجبت مسار الطفلة في فيلم حياة وموت اللي هو من دير النحاس الى العتبه وبالعكس، وقلت اخد ده مدخل عشان احكي عن الشوارع دي والناس اللي عاشوا. ليه يا استاذ محمود؟ يعني اهميه اعاده البحث واعاده يعني الحديث عن هذا التراث والمدينه زي مدينه القاهره في هذا الوقت، ويعني انه الناس تعرف شكل الشوارع كان شكلها عامل ازاي والتفاصيل الصغيرة اللي هي حتى الناس ماشية في الشارع وشكل العربيات، كل الامور دي ليه مهم ان احنا يعني نقرأ فيها او نتفرج عليها؟ اولا هو عرض ثقافي فيه متعة بصرية ومتعة بالمعلومة، متعة بالحكي. المتعة المعرفية دي بتؤدي الى زيادة الوعي بهويتنا، زيادة الوعي بأصول بتاعت الأشياء في مصر. دايما كده عندنا مثل بيقول على الأصل دور، فكل شيء في بلدنا له أصل، والأصل ده لما بنكتشفه بنستمتع بالمعلومة والموضوع جه إزاي. الترام لما كان هو وسيلة المواصلات الأساسية في مصر من سنة 1896 والتغيير الكبير اللي عمله في شكل العاصمة لما بقى في شبكة ترام تربط ما بينها، التغيير الثقافي والاجتماعي والسياسي، التغير الكبير ايضا اللي نشا عن بعد اتصال الاحياء ببعضها، فبقى في نهضه فنيه كبيره، بقى في مسرح في الازبكيه وفرق، لانه بقى في ناس تقدر تيجي من اماكن بعيده في القاهره تحضر، طب في جمهور. يعني كل ده انا حكيته من خلال الترام اللي كانت البنت راكباه. فاحنا عندنا متعه معرفيه من خلال عروض ثقافية مبتكرة فيها تشبيك الأمور ببعض، مش تركيز على موضوع معين، مش موضوع الفن بحد ذاته. احنا اتكلمنا في السياسة، اتكلمنا في التاريخ، اتكلمنا في الفن طبعا من خلال بس حكينا عن سمير الاسكندراني، لان من خلال ميدان التحرير، لان والده كان عنده محل موبيليات مشهور اسمه فؤاد الاسكندراني في ميدان التحرير، وكان له قصة كبيرة غيرت مسار سمير الاسكندراني في حياته. حكينا عن عبد الوهاب وازاي عمل له اول لحن في حياته. حكينا بعد كده عن عليا زكي المدرسه المصريه اللي كانت بتدير سنه 26 مدرسه قصر الدباره في جاردن سيتي، وازاي استدعوها في الهند عشان تعمل لهم نهضه تعليميه هناك وتنقل لهم التجربه المصريه، بل وتفتش على المدارس الهنديه عشان تقول لهم يعملوا ايه.
كل ده منشور في الصحافة المصرية، وهو شيء مشرف جدا، يورينا احنا كنا مين، يورينا ان احنا مثلا سنة 1932 طفلة عندها 14 سنة اسمها عصمت فؤاد تقود اول من يقود الطائرة في مصر، اول امرأة او فتاة تقود الطائرة في مصر بعد ما اتعلمت دعم من طلعت باشا حرب في مدرسة الطيران المصرية في مصر الطيران، وتطلع تقود الطائرة في سماء مصر وتقدم مثال للمرأة المصرية انها ساعتها كانت اصغر بنت تقود طائرة في العالم سنة 32. اشياء كثيرة بتقول احنا مين، لما بيشوفها بنتي وبيشوفها اولادنا الصغيرين يحسوا ان مصر اكبر بكتير من المخيلة. صحيح. هل يا استاذ محمود هو ده السر، يعني كل الشخصيات اللي حضرتك سردتها وذكرتها دلوقتي وان هي كانت شخصيات مختفية لسنوات طويلة، هل هو ده السر اللي خلاك تختار هذه البقعة الثرية جدا اللي هو وسط القاهرة؟ احنا بنتكلم كمان على عمارة الاموبيليا اللي تقريبا كل فنانين مصر كان في الابيض واسود، فترة افلام الابيض واسود كان تم اكتشافهم. صحيح. الفكره ان وسط القاهره بالنسبه لي هي اعرق من دول كثيره في المنطقه، يعني استطيع ان اقول ان الحركه الثقافيه والفنيه والتاريخيه والسياسيه في بقعه صغيره اسمها القاهره القديمه والقاهره الحديثه اللي هي وسط القاهره لانها انشئت بعد كده بعد انشاء القاهره القديمه بمئات السنين، اقدر اقول انه احنا في بقعة تركز فيها التاريخ وتركز فيها الثروات ايضا، تركز فيها الفن وتركز فيها اشياء كثيرة جدا تمثل الشخصية المصرية، يعني زي ما كل المفكرين الكبار تحدثوا عن القاهرة مثلا يحيى حقي جمال حمدان ويعني اقلهم يعني واخرهم سلطة وكاشة وزير الثقافة الاسبق، لما تحدثوا عن القاهرة كانوا بيتكلموا عنها باعتبارها مختصر الشخصية المصرية، كل سمات الشخصية المصرية متركزة وموجودة في القاهرة. أنا أعتقد أنه حماية سمات الشخصية المصرية واجب قومي وأمن قومي للبلد دي، أن سمات الشخصية المصرية يتم الكشف عنها وحمايتها من التبدد، لأن إحنا عندنا رياح عاتية من في السبعينات جات علينا من الصحراء يعني المحيطه بينا، هذه الرياح ادت لتغير في الشخصيه المصريه اللي خلتها اكثر تحفظا اكثر تشددا، هذه الرياح ايضا بعد شويه بقى عندنا عشوائيات ونمط عشوائي في الحياه في التسعينات والالفينات عمل تغيرات أسوأ في الشخصيه المصريه خلتها اكثر بعدا عن الرقي اكثر بعدا عن حب الفنون وحب الميل الى يعني الثلاث قيم الرئيسيه اللي هي الحق والخير والجمال، بقى عندنا تشوهات كثيره جدا. الكشف عن سمات الشخصيه المصريه وحمايه هذه السمات هي مساله امن قومي لهذا البلد، مش موضوع طرف ثقافي، مش موضوع عروض لمتعه معرفيه للناس وخلاص، لا صح. هو امن قومي ومستقبل. كلام في العمق، يعني بيعكس فعلا يعني رؤية عميقة جدا لحضرتك وثقافة واسعة جدا منك. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الكاتب والمؤلف الأستاذ محمود التميمي، فكرة ذكية جدا في الحقيقة.